لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فنواصل حديثنا حول سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا اليوم عن رجل من السابقين والمهاجرين، فهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. حديثنا اليوم عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديثنا اليوم عن الأمير الفقير رضوان الله عليه، الذي دون اسمه في قائمة الفقراء. حديثنا اليوم عن الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي القرشي سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. الأمير الفقير، نعيش في هذه الأوقات مع جوانب من حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، نعيش مع قصة إسلامه وعبادته وجهاده وزهده وبذله رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ قصة إسلام سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه بخروجه إلى منطقة التنعيم على حدود مكة لشهود تنفيذ حكم الإعدام صلبا في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مكة ومشركي مكة خرجوا إلى منطقة التنعيم في هذا الوقت لتنفيذ حكم الإعدام صلبا في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبيب بن عدي رضي الله عنه. وكان ذلك نحو السنة الرابعة أو الخامسة، وذلك أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان ذلك نتيجة أن قريشا ظفرت بهذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي الذي تريد أن تنفذ فيه حكم الإعدام صلبا غدرا. وهذا كان بعد بدر وأحد، وكانت قريش تتغيظ لقتل صناديدهم وقادتهم في بدر، وذلك أن قريشا حصلت عليه وظفرت به نتيجة غدر من قبيلتين من قبائل العرب، قبيلة عضل وقار، وذلك أنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهر شيئا من الإسلام، أي أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا وأنهم يريدون معرفة الدين وتعلم الدين ونحو ذلك. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد معهم إلى قبائلهم بعض أصحابه ليعلموهم القرآن والإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 من خيار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فبينما هم في الطريق إذ استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال له بني لحيان، أي جاء هؤلاء النفر من عضل وقارة، هؤلاء الخونة الذين تظاهروا بالإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرسل معهم بعض أصحابه ليعلموهم القرآن والدين، استصرخوا عليهم حيا من هذيل، قبيلة من قبائل هذيل في الطريق تعادي المسلمين أيضا، فصرخوا معنا نفر من أصحاب محمد فهيا نظفر بهم ونقتلهم. فخرج إليهم 100 رام من بني لحيان هؤلاء وحاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10، وكان 10 رضوان الله عليهم لما رأوا هذه الخيانة وهذا الغدر أووا إلى فدفد صغير وهو الجبل الصغير أو الهضبة، فأووا إليها وعلوها، فلما كان ذلك قال لهم القوم انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل أحدا منكم، واشتدوا في ذلك وغلظوا الأيمان في ذلك أن إذا نزلتم لن نقتل أحدا منكم، فأبوا رضي الله عنهم أجمعين ورفضوا ذلك، فصاروا يضربونهم بالنبال حتى قتلوا 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10، ولم يبقى إلا 3 وهم زيد بن الدثنة رضي الله عنه وخبيب بن عدي وآخر. فلما كان ذلك أعادوا عليهم العهد والميثاق انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، وصاروا يكررون ذلك، فنزلوا 3 رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما نزلوا قام القوم إليهم فقيدوهم بحبال قصيهم وأوتار قصيهم وجعلوا يسوخونهم. فلما كان ذلك قال الثالث رضي الله عنه هذا أول الغدر، أنتم لم توفوا بالميثاق، هذا أول الغدر، وأبى أن يسير معهم فقتلوه، وبقي زيد بن الدثنة وخبيب ابن عدي رضوان الله عليهم، فاستاقوهما ثم نزلوا بهما إلى مكة فباعوهما في مكة. ومعلوم أن مكة كانت تشتاط غيظا وغضبا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا قادتهم وصناديدهم ورؤساءهم في يوم بدر، وما من بيت في مكة إلا وفيه رأس من هذه الرؤوس قد قتل، ولذلك هم يريدون أن يظفروا بأي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لينتقموا منه. فلما كان ذلك باعهما في مكة، فاشترى صفوان بن أمية وكان مشركا يومئذ زيد بن الدثنة وقتله بأبيه وعمه وابن عمه.
واشترى قوم آخرون خبيب بن عدي رضي الله عنه، لكن خبيبا لم يقتلوه على الفور، إنما حبسوه عندهم مدة ينظرون في أمره ماذا يفعلون به. وكأنهم لما وجدوا أن صفوان بن أمية قتل زيد بن الدثنة في أول ما جاء به لم يحدث هذا ما يحبون وما يبتغون من شفاء صدورهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتنكيل بهم، فجعلوا يفكرون في أمر خبيب ماذا يفعلون فيه. فظل خبيب رضي الله عنه محبوسا عندهم إلى أن قرروا قتله صلبا في مشهد يشهده الناس جميعا. وكان هذا المشهد في منطقة التنعيم، وجاء اليوم الذي حدد لتنفيذ حكم الإعدام صلبا في هذا الصحابي الجليل. وخرجت مكة عن آخرها برجالها ونسائها وأطفالها ليشهدوا هذا المشهد، وهو قتل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلبا بعد تعذيبه أمام أعينهم جميعا. فلما كان ذلك اليوم وجاءت الجموع الحافلة التي تزيد عن المئات أو ربما تصل إلى بعض آلاف، والتفوا حول مكان الصلب ينتظرون أن يروا تنفيذ عقوبة الإعدام صلبا في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد لحظات يصل إلى أرض هذا المشهد الأسير رضي الله عنه خبيب بن عدي، يجر قيوده وهم يجرونه بقيودهم رضي الله عنه وأرضاه. وما إن دخل أرض المشهد حتى انهالت الشتائم والسباب، بل وتناولته الأيدي من كل من يمر به من الرجال والنساء وغيرهم، حتى وصلوا به إلى مكان خشبة الصلب. ولما أوقفوه عند خشبة الصلب التفت إليهم هذا البطل الأسير في هدوء وثبات وقال لهم: إن فعلتم أو إن شئتم أن تتركوني أصلي ركعتين فافعلوا، يعني إن كان أنتم ولا بد ستقتلونني فاتركوني أصلي ركعتين. وعلى عادة الناس على مر الزمان من ساقوه إلى القتل أو الإعدام يلبون له طلبا من طلباته، ففعلوا. فقام الأسير الثابت الهادئ رضي الله عنه وأرضاه وصلى ركعتين، ما أحسنهما وما أتمهما. ثم لما انتهى من صلاته التفت إليهم أيضا في ثبات وهدوء وقال لهم: والله لولا أن تظنوا النبي جزعا من الموت لاستكثرت من صلاتي وأطلتها. ثم أخذوا يجرونه إلى خشبة الصلب ويرفعونه عليها رضي الله عنه وأرضاه، وهم في ذلك يناوشونه بأسنة الرماح والسيوف يقطعون جسده، أي يجعلون أسنة الرماح والسيوف تقطع بدنه. وحاول أن تتصور هذا المشهد، هذا من ظهره يقطع ظهره، وهذا من بطنه يشق بطنه، وهذا من يده يقطع يده، وهكذا. وكل ذلك والأسير رضي الله عنه في ثبات عظيم. فقال له أحدهم وهو في هذا الحال: أتحب أن يكون محمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بالأسير الجريح الممزق الأشلاء والأعضاء ينظر إليهم كذلك في ثبات ويقول لهم: والله لا أحب أن أكون في أهلي وولدي وادعا سالما
ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في أهله هناك تصيبه شوكة وليس هنا يعني. فجعلوا يصرخون وكل من في المكان يصرخ اقتلوه اقتلوه لأنه يغيظهم. فجعلوا ينهلون عليه بالسيوف ويضربونه ويقطعونه بدنه فالتفت إليهم كذلك في ثبات عظيم ومصلوب على خشبته وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وجعل يقول أبياتا يعتز فيها بعقيدته ودينه. ومن بين ما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن يشأ الإله يبارك على أشلاء جسد ممزعي. فقاموا إليه فقتلوه. كل ذلك وعين سعيد بن عامر الجمحي ترقب المشهد وتسمع كل كلمة لأنه كان قريبا من المشهد، ويتابع ذلك في اندهاش عظيم. وانصرفت جموع المشركين وعادوا إلى مكة. وبعد أيام نسي أمر خبيب ونسي أمر مصرعه عند المشركين. أما سعيد بن عامر رضي الله عنه فلم ينسى ذلك. لقد كان مشهد مقتل خبيب يطارده في نومه وفي يقظته، فإذا نام رأى خبيبا بكلماته في حلمه، وإذا استيقظ يرى خبيبا وما حصل في خاطره وكل ما يخالطه من يومه. وعند ذلك كانت التساؤلات التي كانت سببا في إسلام سعيد بن عامر رضي الله عنه، كانت التساؤلات التي من أعظمها: لماذا يتحمل هؤلاء هذا العذاب؟ لماذا يصبرون على هذا العذاب؟ ولماذا هم ثابتون؟ ولماذا هم يتحملون كل ذلك؟ ولذلك كانت الإجابة بعد ذلك أن هؤلاء يتحملون لأنهم أصحاب عقيدة، عقيدة التوحيد التي يموتون من أجلها ويحيون بها. إن هؤلاء يتحملون لأنهم على دين حق، دين الإسلام. إن هؤلاء يصبرون على كل ذلك وهم ثابتون، وربما كذلك مقبلون على الله عز وجل يستعذبون العذاب لأنهم ينتظرون ما عند الله عز وجل، لأن الدنيا عندهم لا قيمة لها وهم يرجون ما عند ربهم. هذه التساؤلات وهذه الإجابات وغيرها كانت سببا في إسلام سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. وعند ذلك قرر سعيد رضي الله عنه أن يهجر عبادة الأوثان، بل وأن يهجر مكة كلها ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل للإسلام ولنصرة الإسلام. فخرج سعيد بن عامر وقد أعلن في المشركين براءته مما هم عليه، وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فشهد معه بقية المشاهد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم لما كان الخليفتان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، كان سعيد بن عامر نعم الجندي ونعم الناصح ونعم المعين للخليفتين
لسيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يتخذه مستشارا يسأله ويستنصحه كثيرا. ولما رأى عمر رضي الله عنه فيه دينا وزهدا ونصحا وإخلاصا أرسل إليه يستدعيه وقال: يا سعيد، إنا نرى منك كذا وكذا من الخير، وإنا لا نرى أفضل منك، لنجعله على أهل حمص، أي نوليك إمارة حمص. فانظر ماذا كان رد سعيد رضي الله عنه. قال: نشدتك الله ألا تفتني، نشدتك الله ألا تفتني. انظر إن هؤلاء رضي الله عنهم يهربون من الإمارة على خلاف حال كثير من الناس، يهنئون بعضهم بالإمارة والصدارة، بل وربما يتصارعون لأجل الإمارة والصدارة، بل ربما تكون الدماء وتضيع الأموال وغير ذلك لأجل الإمارة والصدارة والعياذ بالله. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم يهربون منها. فقال: نشدتك الله ألا تفتني. وهو يتأول في ذلك الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم، هو الذي كان يقول فيهم: من سأل الإمارة أهيل إليها، ومن جاءت إليه أعين عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: ويحكم، تجعلونها في عنقي ثم تتركونني، والله لا أدعك. يعني أنتم وليتموني الأمر، ثم كلما وليت أحدكم يعتذر ويقول: لا أريد الإمارة، والله لا أدعك. وأصر عمر رضي الله عنه على ذلك. وكان عمر رضي الله عنه إذا وجد أمثال سعيد لا يتركهم أبدا، فإن الذي يزهد في الإمارة ولا يريد الإمارة سيعان عليها. ولذلك أصر عمر رضي الله عنه على أن يوليه حمص. وانتقل سعيد بن عامر رضي الله عنه إلى حمص في أرض الشام واليا عليها، ولقد كان له من أحواله في العبادة والزهد سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الخليفتين ما كان من أموره في ذلك ما يصل إلى العجب. وإن من صور ذلك ما رواه كذلك أهل السير في شأن سعيد بن عامر الجمحي وزهده، ذلك أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه جاءه وفد من أهل حمص ممن يثق فيهم، فسألهم عمر رضي الله عنه عن حمص وعن أحوالهم، فذكروا له بعض الفقراء وأن فيهم حاجة ونحو ذلك. فقال لهم عمر رضي الله عنه: اكتبوا لي كتابا الآن فيه أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فلما كتبوا الكتاب أعطوه لعمر رضي الله عنه، فأخذ عمر الكتاب ونظر فيه نظرة كما يقولون سريعة، فإذا بأول اسم في قائمة الفقراء يكون من؟ سعيد بن عامر. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لهم: سعيد بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: سعيد بن عامر الجمحي؟ قالوا: نعم، أميرنا. قال: أميركم فقير؟ فقالوا: والله إن الأيام الطوال لتمر على بيته ولا نرى فيه نارا توقد، أي إشارة إلى أنه لا يطبخ في بيته.
فبكى عمر رضي الله عنه حتى بلت لحيته، ثم عمد رضي الله عنه إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: أقرئ أميركم مني السلام وقولوا له يرسل إليك أمير المؤمنين هذه لتستعين بها على حاجاتك. فلما رجع القوم إلى حمص وذكروا لسعيد بن عامر ما حدث وأعطوه الصرة، فإذا بسعيد بن عامر يكثر الاستغفار والاسترجاع، حتى جاءت امرأته من ناحية البيت فظنت شرا، أي نزل به مصيبة أو حدثت مصيبة بالمسلمين ونحو ذلك، فقالت: ما لك؟ فقال: دخلت الفتنة بيتي، دخلت الفتنة بيتي، أي أنا أمير، وصارت الأموال في بيتي على هذا النحو، دخلت الفتنة بيتي. وظل كذلك حتى تخلص من هذا المال بأن قام بتوزيعه على فقراء المسلمين ولم يأخذ منه شيئا. بل من عجيب زهد هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه أيضا ما ذكره أصحاب السير عنه رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه زار حمص، وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يخرج إلى بعض الأمصار والأعمال يزورها يتفقدها، فخرج عمر رضي الله عنه إلى حمص يزورها، وكان عادة أهل الكوفة كثرة الشكاية من أمرائهم، وكأن هذه العدوى انتقلت إلى بعض أهل حمص أو بعض المشغبين من أهل حمص. فلما جاء عمر يزورهم سألهم: ما حال أميركم معكم؟ فقام بعض هؤلاء وشكوا إلى عمر وذكروا 4 كلها أعظم من بعضها في حق سعيد بن عامر أميرهم. قالوا: إنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني العادة أنهم كانوا يبدأون يومهم من بعد صلاة الفجر وشروق الشمس والأمير يكون معهم، فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ممكن يعني يكون الشمس طلعت كده والشروق وزاد اليوم شوية، لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار ولا يجيب أحدا ليلا، يعني اللي يذهب إلى بيته ليلا يطلبه لا يجيبه، ولا يخرج إلينا يوما من الشهر، في يوم من الشهر على فترات لا يخرج إلينا، لا يعمل، بياخذوا أجازة. وأما الرابعة فإنه تصيبه غشيا بين الحين والحين في مجلسه فيغيب عمن في مجلسه، أحيانا هو في المجلس يجي له إغماء مرة واحدة، يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا ده عيان عنده حاجة ولا. فجاء به عمر رضي الله عنه فسأله، فقال رضي الله عنه: فأما إن قالوا ذلك، يعني أنا ما كنت أحب أن أعلن هذه الأمور، لكن ما دام أنهم اتهموني فلا بد أن أجيب، فأما وإن قالوا ذلك، فأما الأولى وهي أني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار فلأنه ليس لي خادما، ولعل أهله كانوا مرضى أو نحو ذلك أي زوجته، فلأنه ليس لي خادما، وإني بعدما أصلي الصبح أعجن عجين أهلي ثم أتريث حتى يتمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. وأما الثانية وهي أني لا أجيبهم ليلا فلأني قد جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي، أي أعطيتهم النهار كله وأنا في الليل أصلي لربي أتعبد لربي،
وهو في ذلك يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم وبعمر كذلك الذي كان رضي الله عنه يقول: لو نمت بالنهار لضاعت رعيتي، ولو نمت بالليل لضاعت نفسي. قال: وأما الرابعة وهي أنه تصيبني غشية بين الحين والحين في المجلس، فأغيب ربما عمن في مجلسي، فذلك أني قد حضرت مشهد مقتل خبيب بن عدي في مكة وكنت مشركا، ولقد رأيته وهو يقال له: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ وهو يرد عليهم في ثبات: وإني من يومها أخاف الله عز وجل، لأني لم أنصره وأناصره ألا يغفر الله لي. فكلما ذكرت هذا تأخذني هذه الغشية، فهذا الذي جعلني كذلك. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعلك عند ظني بك. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سعيد بن عامر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارض عنا معهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه القصة لهذا الصحابي الجليل فيها من الدروس والعبر والمواقف الكثير، لكننا نقف على شيء من هذه الدروس أو العبر في وقفات سريعة. أما أول ذلك أن الحياة الحقة هي حياة العقيدة والجهاد في سبيلها. إن الحياة الحقة هي حياة العقيدة والجهاد في سبيل هذه العقيدة. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، صاحب عقيدة يعيش من أجلها ويموت من أجلها، يعيش عليها ويموت عليها، وليس هو صاحب شهوات وأهواء تأخذه عن عقيدته ودينه. وإن أعظم الشاهد على ذلك ما كان في أثناء هذه القصة من صبر خبيب رضي الله عنه على الأذى والعذاب، وإقباله على أن يموت على هذه العقيدة. إن هذا العذاب الذي تعرض له خبيب رضي الله عنه لربما يفتن بعض الناس إذا تعرض له، بل هناك من الناس من ربما يفتن بأدنى من ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن كثيرا من الناس يتنازل عن عقيدته إذا تعرض لشيء من الأذى أو نحو ذلك. إن كثيرا من الناس يترك منهجه وعقيدته وعمله ودعوته إذا تعرض لشيء من الأذى. أما هؤلاء رضي الله عنهم فهم أصحاب عقيدة، وكذلك المسلم صاحب عقيدة يعيش لأجلها ويموت من أجلها. والصور على ذلك كثيرة عباد الله، مليء بها التاريخ. وإن من ذلك ما كان في قصة صاحب الأخدود أو غلام الأخدود. انظر إلى ثباته على عقيدته، انظر إلى إصراره على إحياء العقيدة ولو مات هو، انظر على إصراره على رفع العقيدة ولو زال هو. فالعقيدة
هي الأصل وهي الأهم. وإن الذي يفدي هذه العقيدة صاحب مكانة في الدنيا وصاحب مكانة في الآخرة. وإنك لتلمس ذلك في إصرار الغلام على إعلاء العقيدة في كل مرة يسلط عليه بالقتل فيرجع إلى الملك الظالم الغاشم ويعلنه أنه ما قتل. كان يسعه أن يفر من عذاب هذا الملك وأن يهرب من هذا العذاب، لكنه في كل مرة يعود الملك مرة بعد مرة حتى قال للملك ما به يقتل في سبيل رفع عقيدته. قال إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما آمرك به وأن تفعل ما أقول لك، وذلك أن تأخذ أن تجمع الناس في صعيد واحد وأن تأخذ سهما من كنانتي وأن تصوبه إلي وتقول بسم الله رب الغلام فإنك عند ذلك قاتلي. فلما كان ذلك فعل الملك ومات الغلام لكن رفعت العقيدة. مات أصحاب الأخدود لما ألقوا في النار ولكن رفعت العقيدة، فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فالمؤمن الحق صاحب الحياة الحق هو صاحب حياة العقيدة. أما من عاش للشهوات والمآكل والمشارب فليس هذا هو المؤمن الحق. ومن الدروس في هذه القصة العظيمة أثر الإيمان على النفوس. كيف يفعل الإيمان في النفوس؟ كيف يجعل الإيمان العجائب من النفوس؟ أي نعم، إن النفوس التي ذاقت حلاوة الإيمان تفعل الأعاجيب. إن النفوس التي ذاقت حلاوة الإيمان تتحمل في سبيل ذلك ما به يعجب الناس من حالهم. إن النفوس التي ذاقت حلاوة الإيمان تثبت ويثبتها الله سبحانه وتعالى في أشد المحن والظروف، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الله عز وجل هو الذي ثبت خبيبا. إن هذا المشهد المهيب الرهيب الذي تعرض له خبيب رضي الله عنه لكفيل أن يهز كثيرا من الرجال الذين ما ذاقوا حلاوة الإيمان. أما الذين ذاقوا حلاوة الإيمان فإنهم يستأذبون العذاب، فهو في ثبات يردد كلماته، فهو في ثبات يقبل على صلاته. وكذلك أصحاب الإيمان الصحيح الذين ذاقوا حلاوته، والأمثلة كثير. ولعل من ذلك هذه المرأة التي ضرب الله عز وجل لنا بها المثل على المؤمنين والإيمان. قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا قد جعلوا لها أوتادا أربعة فربطوها في الأوتاد الأربعة وجعلوا يجرونها يفسخون جسدها وهي في ذلك تبتسم، حتى قالوا انظروا إليها إنها مجنونة، وهم لا يعلمون أن هذه حلاوة الإيمان يذوقها من وجدها. ومن الدروس كذلك عباد الله عظيم المحبة في قلوب المؤمنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة في قلوب المخلصين مقدمة على كل المكانات، له محبة مقدمة على كل المحاب. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في ذلك. فهذا خبيب رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا مثلا رائعا عندما يقال له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول لا والله
ولا أحب أني في أهلي وولدي وادعا سالما ومحمد صلى الله عليه وسلم في أهله يصيبه شوك. وهذا من عظيم محبتهم وصدقهم في هذه المحبة، ليست محبة ادعائية كما هو حال كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ويدعون الإسلام وفي ذات الوقت يخدعون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لانتقاداتهم ونقدهم وأفكارهم الخبيثة في الجرائد والمجلات والفضائيات، يطعنون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بطريق مباشر أو غير مباشر، وهم يدعون في ذات الوقت أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس كذلك أن التغيير من آثار الإيمان، كلما زاد الإيمان في قلبك كلما كنت قادرا على التغيير ووفقت إلى التغيير إلى الأفضل. فهذا سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه شهد مقتل مسلما وهو يعين على ذلك ولو بالتأييد في هذا المحفل الذي كان في قتل خبيب رضي الله عنه، لكنه رضي الله عنه لما ألقى الله الإيمان في قلبه تغير، حتى كان حال سعيد أنه كلما تذكر خبيبا غشي عليه، وهذا لأجل ما أثر ذلك في قلبه. الإيمان بالله عز وجل والخوف غير هذا الذي كان يقف يوما يشاهد القتل ويشاهد التأذيب بقلب جامد، غيره إلى أنه صار لا يتحمل أن يتذكر هذا المشهد. فالإيمان كلما علا في القلب غير وعلى بالإنسان. في الوقت الذي ربما نجد كثيرا من المسلمين لا يقدر على تغيير المعاصي التي يحافظ عليها كالمدخنين وغيرهم، لا يقدر على أن يمتنع عن بعض هذه المعاصي وهو مؤمن، ومع ذلك لا يقدر على التغير، بل والله إن من الصور المقيتة التي أراها في كثير من الإخوة المتدينين الملتحين أنه لا يزال مهزوما لا يقدر على التغير من لهجة الفساق ونحو ذلك التي ربما اعتادها أو ربما يجد الناس يقولونها أو يفعلونها. فتجد صاحب لحية يتكلم بطريقة الفساق ونحو ذلك، ووالله أنا ما أحب أن أذكر مثالا، إنما أريد للتوضيح. إنك ترى ربما صاحب لحية ويقول لك يا صاحبي ونحو ذلك، هذا أمر لا يليق بهذه الهيئة. إن الإيمان يغير، إن الإيمان يحسن اللسان، يحسن الهيئة والسمت، يجعلك أبدا لا تعتز بأن تكون شبيها لأهل الدون سواء كانوا من الفساق فضلا عن الكافرين. وآخر ذلك عباد الله أن في قصة سعيد بن عامر وتوبته ورجوعه بعد هذا المشهد الذي كان يوما فيه معينا للكافرين ولو بالمشاهدة والتأييد الظاهر، فيه درس عظيم للذين يعملون على حرب الإسلام والدين سواء بقلمهم أو بفكرهم أو بمالهم أو بتأييدهم. نقول لهم: هل لكم في سعيد بن عامر من قدوة وعبرة؟ إن هذا الصحابي الجليل كان يوما يشهد مقتل مسلم ويعين على ذلك، فألقى الله في نفسه التوبة والإيمان فكان يندم. فهل ندمتم على إعانتكم على حرب الدين بأقلامكم وأفكاركم وفضائياتكم وجرائدكم ومجلاتكم وغير ذلك؟ هذا سعيد بن عامر الأمير الفقير رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أعن أولادنا في هذه المدة على امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.